أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. اتهام عمرو دياب بمنع تامر حسني من الغناء في حفل زفاف كريم السكي. تردد بقوة أقاويل تتهم الفنان عمرو دياب بتعمد إطالة فقرته الغنائية أثناء إحياء حفل زفاف المخرج كريم السكي حتى يمنع الفنان تامر حسني من الغناء بعده. خرج والد العريس المنتج أحمد السكي عن صمته في تصريحات مؤكدا من خلالها ان عمرو دياب تأخر في فقرته الغنائية بالفعل لمدة تتعدى 3 ساعات، ولكن حدث ذلك نتيجة إصرار الحضور على استمرار عمرو دياب في الغناء. وأضاف أحمد السبكي انه كان من المقرر ان يبدأ عمرو دياب فقرته الغنائية الساعة 12 في منتصف الليل، الا انه بدأ في الثانية بعد المنتصف لتستمر فقرته حوالي 3 ساعات. ملكة الجمال اللبنانية الأمريكية التي حولت ديانتها إلى مسيحية من أجل الزواج. ذكرت قناة أمريكية إنها للمرة الأولى تغير ملكة الجمال ديانتها من الإسلام إلى المسيحية من أجل الزواج ممن تحب. وأضافت القناة الأمريكية إن ريما فيقا ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2010 لبنانية الأصل تحولت إلى ديانة مسيحية بغرض الزواج من المنتج الموسيقي وسام صليبي. وذكرت التقارير صحفية أمريكية إن ريما فيقا تحولت إلى مسيحية منذ شهر وتخطط للزواج من وسام صليبي الأسبوع المقبل. شاهدوا كيف انتهت الأزمة بين أحمد بدير وأحمد مالك. قال هاني أسامة منتج فيلم هيبتا إن الأزمة التي جمعت بين الفنان أحمد بدير والفنان الصاعد أحمد مالك قد انتهت بالفعل ولم تؤثر إطلاقا على الفيلم. هاني أسامة أكد خلال استضافته في إحدى البرامج الإعلامية إن أحمد مالك قد اتصل به قبل عرض الفيلم في دور العرض دي له عن أسفه إذ ما كانت أزمته قد تؤثر على نجاح الفيلم من عدمه، ليطلب منه أن يتصل بالفنان أحمد بدير وأن يعتذر له لينهي الموقف معه، وهذا ما حدث بالفعل لتنتهي الأزمة بينهم بالتصالح. مش مستفز، هو مهين ومسيء وتافه وحقير. ويعني انا بستغرب، انا ندمان اشد الندم ان اخر عمل صورته كان فيلم هيبتا كان فيه المدعو احمد مالك ده، وانا كلمت نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي قلت له يشيل كل مشاهدي معاه ومستعد ادفع المبلغ اللي خدته كاملا للشركة المنتجة. صور سميرة سعيد بعد خضوعها لعمليات التجميل تبدو أصغر 20 سنة. نشرت سميرة سعيد الصورة الأولى لها من أحداث كليباتها الغنائية ما حصلش حاجة على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام. وظهرت سميرة سعيد بوجه متغير بعض الشيء حيث خضعت لحقن البوتكس في الوجهين والشفتين وهو ما ظاهر في بعض الصور، وهي تبدو أصغر 20 عاما من عمرها الحقيقي بسبب خضوعها لعمليات التجميل. رد فعل شيرين عادل بعد ثورتها في أزمة أحمد عز. تعرضت الفنانة شيرين عادل لموقف محرج للغاية على أثرها نشرها لدعاية خاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم بنات سوبرمان المقرر عرضه في رمضان القادم، حيث قام بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي باستخدام بوستر مسلسل بنات سوبرمان ليتم تركيب وجه الممثل العالمي هنري كيفل بطل مسلسل سوبرمان على جسم الفنان أحمد عز مع كتابة عبارة أقسم بالله ما بنيتي. شيرين عادل دون أن تقصد نشرت هذه الصورة الساخرة من أحمد عز على سبيل الدعاية لمسلسلها. علي بدرخان يحتفل بعيد ميلاده مع ياسر جلال وعمر عبد العزيز. احتفل المخرج علي بدرخان بعيد ميلاده حيث حضر عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسر جلال وعمر عبد العزيز ومي نور الشريف. يذكر ان المخرج علي بدرخان ابن المخرج احمد بدرخان زوج للفنانة السابقة سعاد حسني وله العديد من الاعمال السينمائية. كده بكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من اخبار اليوم.